صحبة اللاعبين على عدم تجسيد الفرص علينا من مشكلة ترجمة الفرص إلى أهداف. ثم ما تبقى من المباراة كان متوازنا بيننا وبين المنتخب الزيمبابوي، ولكن الشيء الجميل هو أن لاعبي نادي المنتخب السنغال لم يفرطوا في النقاط الثلاثة. شيء جميل أن نبدأ هذه المنافسة بالنقاط الثلاثة، وأستغل الفرصة لتهنئة كل اللاعبين. نحن على دراية أن هناك الكثير من الإصابات، ولكن أنت السيد المدرب ووضعت الخطة اللازمة التي أحسنت فيها التصرف في اختيار اللاعبين. الإمكانات الكروية متواجدة في منتخب السنغال، وهذا ما قلته في المؤتمر الصحفي. من الناحية الكمية والناحية الكيفية لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين. نندم على اللاعب الذين أصيبوا بجائحة كورونا، ولكن الكل يريد أن يلعب من أجل اللاعبين المصابين بجائحة كورونا، والكل يريد أن يكون خير خلف لخير سلف. فالوقت الآن إن دل هذا على شيء يدل على أن كل اللاعبين وكل البدلاء يلعبون جماعة وليس فرادى. شكرا. المباراة القادمة ستكون ضد المنتخب الغيني، وسيكون هناك مستوى مختلف، مباراة مختلفة ومستوى مختلف. أنت مثل ما رأيت المنتخب السنغالي مزود بكل الأسلحة وبالأخص بالسلاح الثاني.